بعض المرات كنخرج نمشي تيسع الخلا ما يشوفني حتى شي واحد فيهم وكنبقى نبكي. ما قدرتش انا نزود الكلوه، الا زودت الكلوه زولت روحي. من ديك الاحلام المزعجه اللي كنت كنشوف مرقوش عندي وليت الحمد لله مرتاحه. كنت نقول يا ربي كنت انا واحده من هذه تيبره. خديت زعانة وفعل يالله. انا جربت هذا الشيء وهذا الفيروس سي ما بقاش عندي في الكبده. مشاهدينا اهلا بكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم ولا تيأسوا. اليوم كنتواجدوا بمركز سلاو، كيحضر معنا السي ابراهيم اي تلاميذ اللي كان كيعاني من مشكل المس والسحر، واكيد هذا المشكل يعني كيعقبوا بزاف ديال الاعراض اللي كتاثر على الحياه يعني سواء العمليه او العائليه ديال الانسان عن هذا المرض وكيفيه العلاج. هادشي اللي غنتعرفوا عليه دابا في حلقتنا مع السي ابراهيم. هلا اهلا بك. لا لا اولا كنعتذروا بزاف انك يعني مباشره وصلتي من دين توجده البارح وجيتي عندنا اليوم للصلاه. لا والديك بارك الله فيك. سي ابراهيم كان عندك مشكل ديال المس السحر، وهذا المس والسحر دارك يعني ما كنتيش كتنعس، كان كيجيك الوسواس، كيجيك الخوف، عطاك واحد الدقاشه للصحه ديالك كامله. احكي لينا على هاد الاعراض وامتى تصابيتي. وانا الله والدين انا بريت الله يجعل بارك. الحمد لله دابا بريتي، نرجعوا بك شويه اللور ونشوفوا شنو هما الاعراض اللي ظهروا عليك وبالضبط امتى تصابيتي بهذا المشكل. لا نقول لك المده تقريبا شي 10 سنين. 10 سنين ودابا الحمد لله. شنو بان فيك في الاول؟ التردد والعكس بحالاش التردد؟ كتبغي دير شي حاجه ما تقدرش ديرها. دابا كتقول مثلا انا غدا غندير هذه. اي ما ديرهاش وما كتصبح مسخسخ ما فيك ما تمشي للخدمه. دابا الحمد لله. نعم يعني بحال ما بقيتيش قاد تخدم وكان عندك مشكلة الخوف. ايه الخوف اللي عندي هنايا. الخوف والسحر. مناش. المس. لا مناش كتخاف. أي حاجة تخاف منها. تتردد. والوسواس. والوسواس. شنو هما دوك الخيالات اللي كانوا كيجيوك في الدماغ؟ كتنعس مزيان ما كتنعش. كتبقى غير تقلب حتى الصباح. وأنت كتقلب فاش كتخمم؟ امواج كيجيوك بزاف ديال الاعراض كيجيوك كون عمرها شنو كيجيك بحالاش قرر حنا قرر الناس باش ربما لا علاش انا كنركز على هاد المسائل لان كاين شي ناس اللي ملي غادي يسمعوا كيقولوا هاد الشيء راه هو اللي كطري لنا حنا بالضبط. ايوا فهمتي حنا بغينا دابا هنا باش حتى باش ربما الناس اللي عانوا نفس المعاناه ديالك الى لقاو لا لا يعني ملي غايشوفوك انت لقيتي الحل في هاد المنتجات ربما حتى هما يحاولوا يجربوا. المعقول يجي للمركز الاثر الهشيمي ياخذ العشب هو يوريهم البرهان، هو يوريهم البرهان ديال الدو. وما الا جيت كنعاود لهم انا ما يعرفوا والو. حنا عندنا المرض ديالك فقط. المس والسحر. هادشي اللي كان عندي. وعلاش اثر لك؟ لا من العين. مع العائلة ديالك كيفاش كنتي كتصرف؟ مع صبي ما كتقدر تضرب ما تشعر بلا. كان الخاطر مضيق. كان الخاطر مضيق وما تقدرش تمشي للخدمة غير هكاك. تقدر تمشي حتى للباب كاع وترجع للدار كاع. ما تقدرش كاع توصل للخدمة مزال. دابا الحمد لله. 10 سنين وانت بحال هكا؟ تقريبا 10 سنين. واللي جاني ان هذا المس اثر لك على الصحة ديالك. اي كان ضعيف الصحة ديالي كان ضعيف. دابا الحمد لله صحيح بخير الله. وكان راسك يضرك عظامك. كلشي يضرني كلشي. نعم ولكن ملي حسيتي بالصحه ديالك زعما كضرك وهاد الاعراض كلشي ما حاولتيش تشوف طبيب مختص؟ ربما هاد الاعراض عندي من حاله نفسيه. لا ما خليت حتى الطبيب مشيت عنده كلشي مشيت عنده مولاتي. باش كيشخصوا الحاله ديالك؟ كل واحد اش كيعطيك؟ تي كيعطيك الدواء ديال لا دروكا ماشي ديالك. كل واحد شنو كي واحد كيقول لك عندك الكبده ولا عندك القلب كتمشي دوزها على القلب. داك الشيء كله ماشي كيكون بالفعل كتكون يعني كيكون ولكن ما كان عندي لا قلب لا والو انا لا حتى حاجه. داك الشيء كله داك السحر دار لي كل شيء المشاكل في الصحه ديالي. يعني قلتي هاد المشاكل اللي كانت كتبان على الصحه ديالك عضويا هي غير عرض من المس والسحر. راه انت ما فيكش داك الشيء وانما تيضرك في القلب مثلا كتمشي عند طبيب تقول ندوز على القلب ديالي. طيب كيقول لك ما فيك والو. تمشي عند القلب كدوز التخطيطات وكل شيء. كيخرجوا مزيان. تيقول لك ما عندك ولا الدري سير فحالك.
لان طبيب بعد ما لان ما عندك والو راه بالطبع راه يقول لك ماشي يعني ما يمكنش يخرج لك الدواء على شي حاجه ومنيش خصك ما لقى فيك حتى حاجه صافي ما مشيتيش عند مختص نفسي مشيت عند مختص نفسي نعم يعني مادام انت ما عندكش مشكل اطباء قالوا ما عندكش مشكل عضويا نحاول نمشي لمختص نفسي انا مشيت عنده مشيت نعم. عندي خرج لي الدواء ديال الدروك تاع الناس لا باش حدد الحاله ديالك واش قال لك عندك حاله اكتئاب ولا شنو تيقول لك انت عندك الوسواس انت غتشرب الدواء طول عمرك وانا داك الدواء تنمشي عند الاخر تيقول لي انت ما فيك هذا الشيء انت مزقيم ما تشربش هذا الشيء هذا يعني حرصي حرصت مشيت شفت التلفازه القناه تاع الحقيقه تما تواجهت للمركز حدا اخر ديما كندوز من هنا ماشي شي واحد اللي ينصحك غير شي تلفازه صدفه تاخذ التليفون هايت المركز نعم ماشي ديري مباشره خديت ربعه ديال الاورجات الحمد لله خديتي ربعه عاودينا ملي خديتي ربعه شنو هما الحالات اللي بداو كيمشيو منك بالتدريج يعني الحاجه اللي وليتي كتحس براسك بغيتي منها بالتدريج يعني صافي كرهت ارتحيت صافي اللهم لك الحمد من المنتج الاول ارتحيتي شويه بشويه نعم هذا الشيء اللي بغيت نقول اي بشويه بشويه حتى ارتحيت خطره واحده اللهم لك الحمد وهذا الراحه هي اللي اشرحها لنا دابا اي هي على جيت انا كيفاش ارتحيتي اللهم لك الحمد ما بقاش راسك يضرك ما بقاش حتى حاجه ما بقاش كضرني كنسوق بخير على خير كنخدم بخير على خير تقريبا دابا راه شي 5 سنين دابا انا باش برت الحمد لله الحمد لله دابا انا عارف جيت خديت لاختي كانت مريضه خويا يعني بغيتي تصور معنا حاله هي صافي ورا انت ديري مباشره بلا ما نترد علاش الحمد لله حيت الحقيقه ماشي تفليه طبيعه الحال حنا كنجيبوكم يعني كنقول لكم قولوا اللي كان اللي بريتي منها قولي بغيتي منها اللي ما شافيتيش قولي ما شافيتيش انا الحقيقه ما غاديش نتفلى على الناس الحقيقه الحقيقه دكتور لاشيم الله يرحم ليه الوالدين هادشي اللي غنقولوا ليه يعني دابا في خدمتك سي ابراهيم مزيان اللهم لك الحمد بخير العائله ديالك بخير اللهم لك الحمد مع راسك بخير والله خير لحقاش الانسان قبل ما يكون مزيان مع الاخر او لا كره مع راسو خصو يكون اللهم لك الحمد بخير كتحس بينك وبين راسك انك مرتاح مرتاح بخير والله خير اكيد هذه الراحه هي اللي كتوصل للناس الاخرين اييه لا الله يرحم والديك هادشي اللي طلع الله يلاه بخير والله شكرا ابراهيم اننا يعني كيف قلتها وقلتها قبيله يلاه جيتي من الصفر من وجده وجيتي حنا بحكم العمل ديالك سافرتي ورجعتي وجيتي تصور معنا الحلقه اليوم وحنا بمناسبه الشفاء ديالك جبنا معنا منتج وقائي تستعملوه ونتمنوا يكون فيه الخير وكنتمنوا الشفاء بالمناسبه ديالك ونجيبها تاني ان شاء الله ونجيبها لعندكم بغيتي تصور معكم ماشي مشكل جيت برا ان شاء الله ان شاء الله براد ان شاء الله تخرج براد هاي طريقه قبيله قالت لي بخير والله الحمد لله صافي تحدد معنا موعد حنا نمشيو عندها ولا تجي عندنا ما عندناش مشكل مرحبا غير اللي ريحاتكم نديروها الله يجازيك بخير الله يرحمك الله يبارك فيك تعرفوا على المنتج سي ابراهيم ديالك المنتج ديالك سي ابراهيم ها هو تعرفوا عليه اللي كان سبب انه خرجك من معاناه مده 10 سنين وانت كتعاني مع مشكل ديال المس والسحر والوسواس والاعصاب شافي هو الله سبحانه وتعالى وكيبقى الدواء سبب من الاسباب نتعرفوا اول شيء نبداو بالزيوت عندك هذه زيت كدهنها على المفاصل ديالك كاملين بحكم ان المده اللي كنتي مريض كنتي كتحس براسك فاشل كلشي كيعقرك كدهنها جوج المرات في النهار في الصباح وفي العشيه كاينه هذه زيت كنشربوا معلقه واحده مره في النهار هذه مزيانه بزاف كاينه هذه زيت كذلك كنشربوا معلقه واحده مره واحده في النهار تكتب لي داكشي كامل فور نكتب لك كلشي وهذه زيت الاولى كندهنوا على المفاصل هذه كندهنوها على الظهر على الكتاف على الرجلين فين ما كنحسوا راسنا كضرنا ندهنوها جوج المرات في النهار حتى في الصباح في العشيه كاين عندنا زيت زيتون زيت زيتون هذه كندهنوها على الذات كامله مع الدعاء والاستماع للرقيه الشرعيه هادو زيوت اللي غادي تستعمل كنشربوا على الريق هذا مجموعه الاعشاب كنقولها دائما الناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال النوم ومن يعني كتكون شويه عندهم واحد العنف في التصرفات ديالهم هذه كيهدن كيولي يعني كيف كنقولوا مرتاح هو وكينعس مزيان وحتى الاعصاب ديالو كتولي مهدنه ماشي اي حاجه كتقلقو مزيان كاين هذا مشكل المصرال المصرال الحمد لله مابقاش كيضرك الحمد لله لا مزيان المشكل المحيط الحمد لله هذه كنديروا معلقه في كاسه الماء طيب كنخليو واحد 10 دقائق كنشربوه ثلاثه المرات في النهار هذا الناس اللي كيعانوا من المصران كاين هذا داك الفشل الصحي الناس اللي عندهم فشل صحي فقر الدم كيستعمل معلقه صغيره كيديرها في كاس الماء طيب كيخليها واحد المده 10 دقائق كيصفيه وكيشربوا هذا كيعطي واحد القوه للذات وحتى واحد اللون الناس اللي يكونوا صفرين بزاف وهذا كيعطي واحد اللون مزيان للذات
نجيو هذا بحكم يعني العمل ديالك، فاكيد جيت الكلاوي كيضرك شويه وكتعرض للبرد لان ربما تكون خدام بالليل الوقت ديال الشتاء هكا. هذا الناس اللي عندهم مشكل ديال الكلاوي الحمد لله ما بقيتيش كتحس بهذا المعنى، ما بقاش كيضرك بزاف. كنديروا معلقه صغيره في كاس ديال الماء، كنخليه واحد 5 دقائق كنصفيه وكنشربوه، كنستعملوه مره واحده في النهار. نجيو للعسل، هذا العسل كنشربوا جوج معالق كبار في النهار. ملي كتقاد علينا هذه كنشربوا هذه، نكملوا هذه. وكاين ماء محو، ها هو ماء محو، كنستعملوا مقدار 3 ديال الفناجين في النهار اوقات في العام. دابا حنا كنوريوك يعني المنتج اللي كتاخذوا. وكاين رقيه شرعيه كنستعملوا ليها شفاء، شفاء للروح والبدن، يعني ما كاين ما احسن من كلام الله. هي رقيه شرعيه بصوت الشيخ، نستمعوا لها عفوا على الاقل 3 ديال المرات في النهار. هذا هو المنتج ديالك سي ابراهيم. شنو هي الكلمه اللي نسمعوا منك؟ انت استعملتيه، جربتيه، شفتي الحاله ديالك كي كانت، شفتي راسك كي وليتي مزيانه، نصحتي الاخت ديالك حتى هي تستعملو، فالكلمه اللي نسمعوا منك. المهم كنقول دكتور الهاشمي الله يرحم الوالدين، هذا هو الكلام الاخر. الله يبارك فيك وكنشكروك بزاف سي ابراهيم، وكنتمنى لك مزيدا من الصحه والعافيه. انت الله يبارك عواشركم الله يرحم والديك. الله يبارك فيك وكنشكركم كذلك مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، الى ان نلتقي في حلقه اخرى من برنامجكم ولا تيأسوا. الى ذلك الحين دمتم في امان الله، الى اللقاء.